12 يوماً كاملة منذ أن غادر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة نحو جمهورية الصين الشعبية في رحلة كادت أن تفجر كتلة الأفلان على خلفية استبعاد رئيس لجنة الصداقة الصينية الجزائرية من الرحلة. تداعية الرحلة التي أعادت إلى الواجهة من جديد ملف السفرية والمهمات في البرلمان نحو الخارج تحت عنوان عريض من يستفيد من هذه الرحلات؟ تجاوز مداها الحرب داخل كتلة الأفلان إلى تعطيل أشغال المجلس. أن رئيس المجلس لمدة الآن 10 أيام هو في مهمة في الصين، ولكن للأسف ليس هناك من يهتم إداريا بشؤون المجلس أو ينظم عمل المجلس، وهذا ما وقع. هذا الخلط الكبير أولا في التأخر عن دراسة القوانين والاضطراب الذي وقع بين عمل المجلس بين الجلسات العامة وبين عمل اللجان، وهذا يقع للأسف الشديد في هذه العهدة. البرلمان الذي اشتكى نوابه في المعارضة من التعجيل في مناقشة مشاريع قوانين رغم أهميتها وتأجيل مناقشة أو المصادقة على مشاريع قوانين أخرى نائم منذ أكثر من أسبوعين، ما يطرح أسئلة حول الازدواجية في الخطاب. الاجتماعات التي كانت مبرمجة ابتداء من غدا لدراسة تسوية الميزانية لسنة 2014 أرسلت لنا رسالة نصية البارحة تؤكد تأجيل هذه الجلسات، والأدهى والأمر في هذا كله أن اللجنة أو لجنة المالية لم تناقش بعد ولم تدرس قانون تسوية الميزانية بعد، فبرمجوا نفس اليوم وهو غدا التي تبدأ فيه لجنة المالية دراسة هذا القانون هو نفس اليوم الذي يناقشه النواب، وهذه لم تصدر يعني ولا مرة في تاريخ البرلمان الجزائري، ويقع هذا الخلط بين المناقشات العامة وبين يعني عمل اللجان. مكتب البرلمان الذي يتحجج في الإسراع في تمرير مشاريع القوانين بعامل الوقت مع اقتراب نهاية العهدة التشريعية السابعة، هو ذاته البرلمان الذي لا يتحرج في الدخول في سبات عميق عندما يتعلق الأمر بمهمات إلى الخارج.